بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف العين مع التنوين. عن تنوين بالفتح، عن تنوين بالفتح، وعن تنوين بالفتح، عن تنوين بالفتح، عين تنوين بالكسر، يعني التنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. العين منفصلة عن الحرف الذي قبلها، العين متصلة مع الحرف الذي قبلها، العين منفصلة عن الحرف الذي قبلها، العين متصلة مع الحرف الذي قبلها، العين منفصلة عن الحرف الذي قبلها، متصلة مع الحرف الذي قبلها. إذن العين في آخر الكلمة تكتب بهذا الشكل، إلا إذا كان تنوين الفتح فإنه يضاف إليها ألف التنوين. إذن نلاحظ هناك فرق يعني بين تنوين بالفتح من جهة والتنوين بالضم والكسر من جهة أخرى. هنا تضاف ألف التنوين، ولكن في التنوين بالضم والتنوين بالكسر لا تضاف ألف التنوين. إذا نعطي بعض الأمثلة. قي لا عن، قي لا عن، قي لا عن. را إي عن، را إي عن، را إي عن. ق طي عن، ق طي عن، قطي عن. قي لا عن، قي لا عن، قلاع. را إي عن، را إي عن، رائع.
قا طي عون قا طي عون قطيعون. قي لا عين قي لا عين قلاعين. را اي عين را اي عين رائعين. ق طي عين ق طي عين قطيعين. إذا أعيدوا من بعدي ورددوا. عن 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 عين عين عن 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 عين عين قلاعا قلاعا رائعا رائعا قطيعا قطيعا قلاع قلاع رائع رائع قطيع قطيع قلاع قلاع رائع رائع قطيع قطيع. إذن في هذا الدرس يجب أن نفرق بين تنوين يعني الفتح الذي نضيف إليه ألف بخلاف تنوين الضم وتنوين الكسر لا نضيف له أي حرف. نعم، إذن التنوين كما عرفناه في الدروس السابقة هو نون ساكنة تلحق النطق يعني آخر الكلمة، يعني مثلا هنا عن، فإننا نسمع نون ولكنها لا تكتب، يعني أن هناك نون ساكنة نطقا ولفظا لا كتابة وشكلا، يعني لا نكتبها في الرسم لا نكتبها يعني في الكتابة، نسمعها فقط دون كتابتها. عن 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 عين عين. إذن هناك فرق بسيط في الكتابة، يعني في تنوين الفتح فإننا نضيف الألف، وفي تنوين الضم وتنوين الكسر فإننا لا نضيف يعني الألف. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.